فاطمة الزهراء قدير فنانة وفاعلة جمعوية. صراحة أنا جد مسرورة حضور الاعتراف والتكريم في حقي، هذا غادي يزيد يحفزني باش نعطي مزيد من الاستمرارية والعطاء في المجال الفني والعمل الجمعوي. بالنسبة للجديد ديالي، كاين حنا بصدد تصوير فيلم سينمائي كنا بدينا في الأواخر ديال شهر دجنبر، وإن شاء الله هذا الشهر المقبل ديال ماي غادي تتم تصوير ديال الفيلم إن شاء الله. إن شاء الله فيلم سينمائي كنتمنى لي يكون واحد الإضافة قوية للفن الأمازيغي، لأن كنعرفوا بأن السينما الأمازيغية باقي ما تعطتهاش حقها بزاف. نتمنى هذا الفيلم إن شاء الله يكون نور ويكون انطلاقة قوية لأفلام أخرى إن شاء الله. بالنسبة للمسلسل ديال بابا علي، أنا ما شاركش فيه هذا العام لأن كان عندي بزاف ديال الظروف كما كيعرف الجميع. أنا عضوة في مجلس جماعة والقضي، كذلك كان عندي التزامات قوية، وكنت كذلك كما قلت لكم كنت مشاركة في الفيلم السينمائي، وكانوا عندي سفارات خارج المغرب، هذا هو السبب اللي خلاني ما نشاركش. وما تعرف إن شاء الله نقدر نكون في الجزء الخامس كما كانوا بوادر بأنني غادي نكون فيه، بما أني ما شاركش هذا الجزء يقدر نشارك في الجزء الآخر، الله أعلم. ونتمنى إن شاء الله مزيدا من العطاء للفن الأمازيغي. بالنسبة للتجربة ديالي في الجزء الثاني والثالث، كانت تجربة صراحة عجبتني بزاف. أنا أصلا مستشارة قضائية في المسلسل ديال بابا علي، اللي كان ذاك الدور كان صارم شوية وكان فيه شوية ديال الجرأة، وعجبني الدور كثيرا. وتحياتي للسيد المخرج على الاختيار ديالو الدور ديالو، وتحياتي كذلك للسيناريست أحمد نتامك هو اللي عطاني فرصة باش نشارك معاهم. وكما كنقول لكم كان مسلسل في المستوى، جمع بزاف ديال الفنانة، وباقي كل جزء كيتزادوا فيه شخصيات أخرى. كل جزء يقدر الجزء الخامس كما كيقولوا راه غادي يكون يقدر يتجازوا شخصيات أخرى، وهذا شيء جميل لكاع الممثلين باش يبانوا حتى هما في الساحة. بالنسبة كما كيعرف الجميع، كفاعلة جمعوية كنقوم بمبادرات خيرية إنسانية. فهذا رمضان كانت حددت لي واحد الحادثة اللي ربي لطف، لولا لطف الله صراحة لكنا في عدد الموتى، اللي كنحمد الله ونشكره بزاف 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 لأنه نقذنا. ولكن الحمد لله كما كيقولوا اللي غادي في طريق الخير واللي كيقوم بجبر الخواطر ربي ما كيخليش ابدا. الحادثه وقعت لنا في الطريق ديال سبت الكردان، كنت غاديه النواحي ديال تارودانت لتقديم مساعدات، وربي لطف بعد الحمد لله، وجاو الدراري من عندنا من البلاد وقمنا بالواجب وتمنا سميتو. وكانت عندي الطبيب كان قال لي بالراحه فتره الراحه باش نرتاح، باش نعاود لكم بان اليوم اللي خرجت من رمضان حتى دابا تقريبا ما خرجت، لان كانت عندي فتره الراحه باش نرتاح في الدار. وقدر يبان لكم في الوجه ديالي بان باقي اثر العياء وشويه ديال المهم الجهد باقي ما كاينش الجهد بزاف. كانوا في عندي الضربات، كان ضربت وتزرقت شويه في الجسم ديالي، وكنت درت شي بلاك بعدا ما تهرش الحمد لله، كان عندي واحد النزيف وشربت الدواء بعدا الحمد لله. الناس داك النزيف شويه هو اللي كان شويه الطرفيه والخلعه، وبعد الخطره حتى في الليل كتجيبني ديك كنقز من بلاصتي بالليل، باقي داك الشيء مأثر فيا صراحه نفسيا، لان راه ما ساهلاش باش دير اكسيدون، وراه صدمه قويه كانت قويه. ولكن ربي اش نقول لك، السبب صراحه ما نقدرش نقول السبب بالضبط، لان في ديك الوقيته كان داني النعاس انا فيها. واش خرجنا جوي 11 تقريبا هكذاك فاش خرجنا، والسيد كان كيقول لك بان راه كاين دوك الناس اللي غاديين في الطريق حتى هما كانوا شي واحد جالي على اليمين وهو باغي يدوز على اليسار وكذا تما فاش سميتو. ولكن انا ما رديتش مع البال، حيت كون رديت مع البال كنت ناعس انا ديك الساعه، حتى كنحس بالطوموبيل غاديه كتجي وغاديه تجي، وكنا غنخرجوا عند الناس الاخرين. كنا غنمشيو عند دوك اللي جايين في الاتجاه المعاكس، يا ربي لطف، وجينا الجهه الاخرى وتقلبنا شي ثلاثه المرات وحنا كنتقلبوا، زعما راه كانت صدمه قويه. ولكن الحمد لله ربي لطف. الحمد لله كنت انا والشيفور اللي كنت، وكانوا خواصير كانت الخسائر صراحه كانت خسائر تما، ولكن داك الشيء كيتعوض، غير واحد الروح هي اللي ما كتعوضش، ما كل شيء كيتعوض الحمد لله. كلمه اخيره للجمهور ديالك. الجمهور ديالي كنقول لهم ان شاء الله انتظرونا في الفيلم السينمائي اللي حنا غادي نتموا التصوير ديالو في هذا ماي ان شاء الله، وعقبال افلام اخرى وعقبال اعمال فنيه اخرى ان شاء الله غتكون. نتمنوا الخير والتيسير، ونتمنى يعم السلم والسلام، وتحياتي لكم، وراه كنحبكم بزاف. شكرا.